يعني كتشوف اسمك تلعب لومه في حاجه برا التصريح هذاك هو مازال صغير يرزن شويه نقولوا عايش خويا مسياش نقولوا عايش خويا صغير بارك الله عليك في تتقيمته خاطر انت محبين نادي الفريق لا ولا لا شو لا لا انا راه شو هاو يعرفوني وسلام يعرفني سلام ولا انا راني نقول الحق كان حاجه غلطه في نادي الفريق قولها يدافع على جمعيته زاد هذاك لا ما يجيش في تصريح مدرب الناس كل يقول زوز اهداف بالزهر لا حتى انت ساعات تربح بالزهر حتى انت ساعات هذيك ريوسيت مش زهر هذيك توفيق اما تبارك الله عليه هو هو قال بالزهر هو مدرب ممتاز عجبني ما خافش لعبه كامله واقف فما مدربين اخرين يقبلوا زوز بونت مع نادي كبير يمشي البنك يخرج الجوا نتاعو ليه حتى التصريح ذاك اسمعني اسمعني انا تابعته وربي بقى عليه 6 مليون اسمع ما نساوش سليمان 5 ماتشات ما خسرتش اول اول خساره ليه اسمع كي تجي تحكي اليوم 3 بونتويت في ميتو الاول معناتها برشا لسليمان وانا نحكي حتى على المدرب ما كانش محضر ماتش كي تبارك الله عليك الهدف الاول عاد الهدف الاول خطا معناتها تدخل في الماتش كان خايف فما حاجات ديكلاراسيون ما نحبش ندخل في تفاصيل اخرى نعرفوا التعامل مع سليمان والترجي شنو ما بيناتهم هكا ولا معناتها نعرفوا كم لعبيه تخدم مش دخل في التصريح باش نقول لك المدرب هذا تمنيته زاد يخرج كونتر التراجي ويحكي نفس الحكايه معناتها فهمت الحكايه كانه هو اليوم حاجته بالنادي الافريقي ما تعرفش اسمعني وكانه هو خاطر يعرف العلاقه نتاع التراجي وسليمان خرج في ديال الكرار سواء حبيتك تكون انا اليوم لازم ندخلها الترجي في ما فما حاجه اليوم لازم نسقط تسمع معناتها اليوم كي نحكي عن نادي الفريق وبونت ويت بالزهر ما تجيش عمري ولا كونترول معناتها كانه شبيك ما قلتش ما قالها ضد النجم قالها ضد النجم علاش اخترت الترجي انت نعرفوا الكلوب والسيروس نحكي لك اما اللي يحب اليوم يركب على الحدث بلغه اخرى يحب تعمل حاجه اللي حب يربح بها جماهير اخرى اهداف الترجي ما كانوش ديفي شوف فما مدرب يخرج يقول بالزهر ما خرجولوش مع تصريحهم السيء التصرف في الديكلاراسيون فيها نوع من البروفوكاسيون فهمت الحكايه فهمك فهم مروان فما بروفوكاسيون لا لا هو ما عرفش شو يوصل ما عرفش كيفاش يعبر ما كنوش قاسين عليه برشا هو ما عرفش كيفاش يعبر هو مازال الاكسبيرونس شنو واش عنده على البنك ويمكن كان هذاك علاش قلت لك ديكلاراسيون متاثر شويه لانه العقد مردود باهي لكن ديما وشوف وعندنا مدربين اكثر منه خبره وساعات تمد له ميكرو هاو في جنبك تندم اللي عديت لكن صحيح. هو كلمه مدرب حتى اللي هو الايماج اللي هو باش يقول يحكي كمدرب كان يحكي فنيا وتكتيكيا وفصل الماتش وبعد يقول بالزهر تاع الجمهور هذاك علاش قلت لك انا ديكلاراسيون فيها شويه من احسن كلمه قال ما كناش خايبين شوف تصريحات بيتوني يعني تصريحات في بالك قاعد تعاون على نتيجه هي تصريحات راقيه جدا معناتها مدرب كي يخرج يعرف شنو يقول سلام خلينا نحكي حاجه على المستوى الاتصالي بالنسبه للنادي الافريقي وانا قلت ان سرتام مو النادي الافريقي دخل فك المعركه الاتصاليه وقلنا راهو النادي الافريقي بحاجه الى الهدوء شفنا معناتها في الفتره الاخيره النادي الافريقي فما نوع من الهدوء فما تركيز كلي على الميدان بعد النادي الافريقي على استراتيجيه المظلوميه ونظريه الاستهداف والمؤامره وكذا واحد النادي الافريقي الان هذا اذا كان النادي الافريقي يواصل فيه يحب يواصل في هذا النسق ويوصل ياخذ بطوله يواصل على نفس هذا السياق وما يخزرش للترجي الرياضي في المرآه يركز على نفسه ويركز على الافكتيف نتاعو ويركز على الميدان ويبعد على الهواش على فكره لا انا نحكي لك توا بالنسبه للمسار اللي ماشي فيه النادي الافريقي قدموا عندنا برشا برشا ماتشات فقط معلومه في المقاوله فما تهاجم شويه على الرئيس سليمان ومستقبل سليمان من بعض اللي كانوا موجودين من احبين الفريق قالوا له توا اللي تلعبوا كوره كان ترجي كون ترجي راكم مؤخرين نفس الكلام اللي لا محلو معناتها مروان هذا قال اي عملوا ماتش صحيح فقط قوس حليته باش تعداو مازالو ماتشات شوف انت اللي مارك الهدف ضد سليمان ضد الترجي انت فاش قام تخرج فيه؟ هاو السؤال اللي يطرح نفسه ماتش اسبيرونس وسليمان ليترونجي اللي مارك البونت اللي مارك ما يخرجش معناتها احسن جوار في الملعب شنو تخرج تعرف تخرج احسن جوار تقول شبيه ما يخرجش معناتها فما حاجات العباد يولي يقراوها بحاجه اخرى هذاك علاش فما حاجات راي ماهوش باهي والله التحليل هذا اللي يفيد ما تسمعني يا ماهوش مفيد التحليل هذا ما تقراش في النواه تو انت معناتها تقرا في النواه تاع خاص خاطر تحب الترجي تربح يا ودي شو ريسك انت اليوم لعبت حتى كيفاش تلوم عليك تخرج احسن جوار ماركي لك هدف اليوم كان قدر الله معناتها ترجع لك الاسبيرونس تقول اسمعني تعرف علاش خرجوا مثلا اسمعني راهو اسمع راني كي نحكي لاني هكا لا خبي هكا لا فما هكا فما حاجات ماهيش لوجيك في الكوره ونعرفهم ثم تحامل يا مروان وهذا لا يفيد المستمعين في شيء اذا كان نحبوا نحلوا على الاقل نتحلوا بنوع من الحياديه
احمد يزي لا احمد يزي تعرف وين انا نعرف وين انا نعرف نمشيو فاصل الموسيقى وبعد نكملوا يزي تعرف وين انا نعرف انا خويا ما نعرفش نجمو نتعداو نمشيو فاصل الموسيقى وبعد نكملوا نحكيو بقيه المقابلات.